هناك من يدمن العمل إلى درجة تجعله يتناسى كافة جوانب الحياة الاجتماعية. هؤلاء يعتبرهم البعض نموذجاً للنجاح، ولكن علماء الاجتماع يرون أن هذه الظاهرة المرضية تقود إلى تحطيم الحياة الاجتماعية للشخص وتجعله لا يتذوق طعم نجاحه. فمتى يعد الانشغال بالعمل إدماناً، وكيف يمكن التعامل معه؟ للنصائح ينضم إلينا من بيروت اختصاصي الطب النفسي الدكتور جمال حافظ. صباح الخير دكتور جمال. خلينا في البداية نتكلم أنه كيف الشخص ممكن يعرف أنه هو مدمن عمل، يعني كم ساعة عمل إضافية، أو إيش هي بعض الممارسات اللي ممكن أو الدلائل أنه هو خلاص هو يعتبر مدمن عمل؟ طبعا هو بالواقع لا يدرك شخصيا بأنه مدمن على العمل، بل هو يظن بأن إشراك كل طاقاته الفكرية والذهنية والجسدية الإنسانية طبعاً، يظن بأنه يذهب لتطبيق مفاهيم العمل وما يعطى إليه من مهمات بشكل استثنائي. لذلك لا يستطيع هو بالشخصي أن يدرك أنه مدمن العمل، ولكن البيئة التي حوله هي التي تشعر هذا الإدمان، خاصة وأن يعني نوعية العمل أو الإنتاجية لديه تكون سلبية، على عكس ما يظن البعض بأن المدمنون على العمل هم يتقنون العمل بشكل بروفيشنال، يعني طيب، مهني عالي. لا، العكس هو الصحيح. طيب هناك فرق شاسع ما بين المدمن ما بين المدمن والمجتهد. خلينا عشان نفهم أكثر، إيش هي الأعراض اللي تخلي الواحد يكون مدمن؟ يعني أعطينا أشياء دلائل اللي حوالينه ممكن يقولوا له 1 2 3 أنت مدمن. نعم، يعني أولا الإكثار في إعادة تطبيق المهام العملية من الناحية المهنية، 1 2 عدم حصول على النتيجة المبتغاة من العمل بشكل واضح وصريح وسريع، لا بل يعيد ويعيد ومن ثم يعيد، وهو يظن بأن عمله مفردا، يعني خارج عن إطار التيم وورك، يعني فريق العمل، يظن بأنه يستطيع إنجاز العمل أهم بكثير من أن يكون ضمن فريق عمل يتابع عمله. من ناحية أخرى، هذا الشخص يكمن بداخله حالة من القلق النفسي، أي بمعنى بأنه يظن بأن العمل ليس منجز كما يجب، فالإعادة والتكرار يجعل الآخرون يشعرون بأنه فعلا مدمن العمل. ثالثا وشغلة كثير مهمة، هي الإكثار في إبقاء وقت طويل لإنجاز العمل، بدل مثلا إنجازه في 30 دقيقة ربما يحتاج إلى ساعات لإنجاز هذا العمل. دكتور جميل، دكتور جمال، دكتور جمال، هذا أقرب للبرفكشنست، يعني الشخص اللي بده كل شيء مثالي وممتاز أكثر منه إدمان للعمل. لا، العكس، البرفكشنست يعني الذي يكثر في حالة التطبيق هو الذي ينجز عمله بشكل دقيق وجيد ولامع إلى درجة الإتقان. أما المدمن فهو يعمل على هذا الإنجاز ولا يصل إلى نتيجة التي تنتظر منه. يعني الإكثار في ساعات العمل، الإكثار في عدم العمل مع فريق متجانس، هي من ميزات المدمن على العمل وليس العكس. العكس هو التطبيق الجيد والسليم لدرجة الممتاز. أما المدمن على العمل فهو بدل إنجاز عمل بنص ساعة مثل ما قلت لك، يأخذ معه ساعات لإنجازه ولا يصل إلى النتيجة التي يعني المجتهد أو صحيح. طيب خلينا، يعني إذا هو شخص نفسه أو إذا حد من أصحابه يعني لاحظوا عليه أنه هو مدمن عمل، يعني إذا ممكن بعض النصائح أنه شوي يحاول يحسن من أو يقلل من هذا الإدمان. طبعا هلأ بالنسبة له شخصيا هو لا يعتقد بأنه مدمن على العمل أو أنه يعاني من شيء ما. الإدمان على العمل مثل الإدمان على المقامرة أو الإدمان على يعني أي شيء، مخدرات أو
الرياضة أو يعني الإدمان هي حالة انتمائية قلقية نفسية يحتاج من خلالها الإنسان إثبات وجوده. بالتحديد الإدمان العمل للخروج من هذه المعضلة هذه يجب على الآخرين مساعدته، وأولا إعلامه وبشكل هيك مبسط بأنه إنسان يتعامل مع العمل وكأنه سلعة وليست حالة إنتاجية مبدعة، هاي واحدة. اثنين، تقليص ساعات العمل، مثلا بدل 50 ساعة مساعدته على إنجاز هذا العمل بأقل من النصف، حتى من ناحية أخرى تعزيز حالة الأمن النفسي الذاتي لديه، لأنه هؤلاء يكون ينتابهم ما يسمى باللو سيلف استيم، يعني عندهم حالة نفسية ذاتية منخفضة وليس لديهم ثقة بالنفس كبيرة. العمل على رفع مستوى الثقة بالنفس. ومن ناحية أخرى، هذه من ناحية، من ناحية أخرى هي تدعيم حالته الاجتماعية الأسرية. نعم. الحياتية، هوبز إلى آخره. نعم. نعم. طيب، نحن بنشكرك على وجودك معنا وعلى هذه النصائح. كان معنا من بيروت اختصاصي الطب النفسي دكتور جمال حافظ.